اهلا بكم في لقاء جديد مع حوار فكري. الاقبال الكبير والمتزايد على تعلم اللغه العربيه من الاجانب من الشرق والغرب ربما يكون دحضا عمليا لبعض من يدعون ان اللغه العربيه تعاني من ازمه او ان اللغه العربيه في طريقها للزوال او ان اللغه العربيه لم يعد لها وجود. هذه الافتراءات والاوهام يدحضها بشده ذلك الاقبال من غير العرب على تعلم اللغه العربيه فما الذي يجعل الاجانب يقبلون كل هذا الاقبال على تعلم اللغه العربيه ما هي المشكلات التي تواجه هؤلاء الدارسين ذلك موضوع لقاء اليوم مع اثنتين من الطالبات الدارسات للغه العربيه من دوله الصين اهلا بكما استاذه سعاد لكل منكما اسم باللغة الصينية واسم باللغة العربية يبدو أنكما اخترتما الاسم العربي أو تم اختيار الاسم لكما ليكون وسيلة تعامل أسهل في مصر أستاذة سعاد أنت طالبة انتهيت من إعداد رسالة دكتوراه هل تعطينا أولا نتعرف باسمك وفكرة عامة عن الرسالة آه اسمي سعاد باللغة العربية هذا اسم اختارت أستاذتي آه الذي بدأت دراسة اللغة العربية من لسانس في الصين واسمي باللغة الصينية دو تين جاو دو يعني اسم أسرة تيان يعني مساء جاو يعني البنت جميلة ومؤدب. وعنوان رسالة دكتوراه استلحام موروس مسرحي بين توفيق الحكيم وسعد الله ونوس شكرا جزيلا دكتورة سعاد إن شاء الله قريبا أستاذة نسرين أنت درستي في الماجستير موضوع ألف ليلة وليلة أعتقد أنه كان حلما بالنسبة إليك تعلم اللغة العربية وألف ليلة وليلة نعم نعم ما الموضوع؟ الموضوع بالعنوان البين السردية بين ألف ليلة وليلة وهي الرجال عجيب دراسة مقارنة لماذا ألف ليلة وليلة؟ لماذا؟ عندما كنت في طفولتي أول شيء عرفته هو كتاب ألف ليلة وليلة هذا كتاب مشهور جدا في العالم وخاصة في عالم الأطفال عندما أفتح الكتاب أدخل العالم الجديد مثلا كلمه كلمه السيره افتح السمسم. نعم هذا الكلمه السيره لم تفتح الباب في القصة فقط. وهي تفتح لي الشباك الجديد. جميل جدا. هل يمكن ان نعرف مدى اهتمام الصين بدراسه اللغه العربيه؟ نعم. ان العلاقات اللودية بين الصين تمتد جذورها الى قديم زمان وقبل أكثر من ألفين عام يعني ربط طريق الحرير القديم وحتى الآن الكل يعني في, في, كثير من الجامعات أسست الكورية اللغة العربية لتعليم اللغة العربية أستاذ سعاد هل لديك أرقام حول التزايد تزايد الاهتمام باللغة العربية في الصين؟ عام 2009 هناك يوجد 13 جامعات معهم جسم اللغه العربيه لكن في سنه 2015 هناك يوجد اكبر من 40 جامعات معهم جسم اللغه العربيه وخاصة في مدينه شانهاي ومدينه بكين ومنطقة توغنيسيا يوجد ثلاث معهد بما تفسرين الاهتمام المتزايد باللغة العربية في الصين. هناك يوجد في محطة مركزية تلفزيون في الصين وفي هذه السنوات هم تخصص فتح قناة باللغة العربية والحكومة الصينية هم يعملوا امتحانات مستوى محني رابع تخصص للطلاب الذين يدرسون اللغة العربية لياخذوا هذه الشهادة ليعملوا في ترجمة اللغة العربية. ومثال المدير رئيس سيني شي جين بين هو طرح واحد السياسة حزم وطريق ويختام باللغة العربية ليأخذ طلاب أكثر فأكثر في يد اللغة العربية أستاذ سعاد ما أهم المشاكل التي تواجهك عندما تدرسين اللغة العربية؟ المشكلة في البداية أن كنت في الصين يعني نطق لأن من المعروف اللغة العربية ب اسمها باللغة الدود هذا الدود متميز باللغة العربية فقط ولا يوجد في أي لغات أخرى لكن بعد ذلك أنا درست ماجستير ودكتوراه في مصر في جامعة الإسكندرية المشكلة أكبر علي يعني أنا لا أفهم ما معنى الملاعقات وبعد أعمال ملاعقات وبعد أعماله في حسن القصيدة في عصر العباسية مثلا صنت نفسي أما يودانيوس نفسي إذا لا يوجد أساتذتي ساعدني في شرح هذه القصيدة لا أستطيع أفهم معنى فهذه مشكلة أكبر في لكنك تفهمين الأدب الحديث نعم أسهل بالنسبة أسهل لك أستاذة نسرين هل لديك نفس المشاكل أو مشكلات أخرى؟ نعم لدي, لدي نفس المشاكل في النطق النطق في بداية أنا أخاف أقول بعض الحروف لأن يعني هذه حروف صعبة لي نحن على الصينيون لا نتكلم بحرف الضاد حرف الراء. هذا صعب جدا بالنسبة إلي وبالنسبة إلى زملائي الصينيين لكنك تنطقين الضاد والراء جيدا نعم <applause> شكرا شكرا لكم وبعد ذلك أظن على الحرف ونحو صرف ونحو صعبة أيضا وبعد ذلك عندما سافرت إلى مصر بدأت دراسة في جامعة الإسكندرية وجدت الحياة في مصر أصعب لأن لا أفهم اللغة العامية أنا درست اللغة الفصحى في الصين فقط لا أفهم الجملة البسيطة في في الشارع لأنهم عامية هل لديك اقتراحات تسهل عليك ذلك أو تجعلك تتغلبين على هذه المشاكل؟ أظن التحدث تحدث مع الزملاء العرب تحدث مع أصدقاء العرب، هذا أحسن بالنسبة إليّ. أظن إذا في البيئة اللغوية، البيئة اللغوية في دراسة اللغة الجديدة مهمة جدا. ولذلك أنا أسافر إلى مصر لأتكلم مع الناس باللغة العربية ليس باللغة الصينية فقط. والحياه والدراسه كل هذه الاشياء سوف يساعدني لأتعلم اللغه العربيه مع اللغة مع الناس العرب استاذه سعاد هل تتغلبين على المشاكل التي تواجهك وانت تتعلمين اللغه العربيه ب طرق أخرى أم بنفس الطرق التي تستخدمها الأستاذة نفس من أستاذ نسريا لكن انا مشكلة أكبر يعني أن لا أفهم بعد أعمال الأدبية القديم فأظن الطريقه أحسن يعني استطيع أقرأ الكتب بالترجمة باللغة الصينية بعد ذلك استطيع أقرأ, أقرأ الكتب باللغة العربية واستطيع افهم اعمال الادبية احسن عربية احسن هل تعتقدين ان اللغة العربية قادرة على ان تكون مواكبة لعصر التكنولوجيا والعلم؟ اسمحي لي استمع الى اجابتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نخرج الى فاصل ثم نعود لمو... لمواصلة الحوار. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى. كنا نتحاور مع طالبتين من دولة الصين تدرسان اللغة العربية الأستاذة سعاد التي انتهت من إعداد رسالتها للدكتوراه والأستاذة نسرين التي في سبيلها لإعداد رسالة الدكتوراه أيضا. توقفنا عند سؤال الأستاذة سعاد عن رأيها في قدرة اللغة العربية أن على أن تواكب كل المستجدات العصرية من علوم وتكنولوجيا وغيرها ما رأيك؟ نعم طبعا أنا فكرت اللغة العربية قدرتها على مواكب العالمية في عصور الحديث لأن مع مرور العصور كثير من الكلمات نشأ في هذه العصور مثلا التلفزيون والتلفزيون والكمبيوتر وكل هذه الكلمات موجود بداية من اللغة الإنجليزية ونستطيع نبحث على كلمات يشبه كل هذه الكلمات وبثانية ثانية أنا فكرت إن اللغة العربية هو يستخدم في 12 دول العربية لأنها مهمة جدا وهي يست... ومعها حضارة وثقافة كثيرة في كل يوم مع مرور السنة فهو هي تستطيع تركب وتابع مع تيار العصور الحديث أستاذة نسرين ما رأيك في هذه القضية؟ كما قلنا في السابقة أكثر فأكثر الجامعات أسست قسم اللغة العربية لدراسة اللغة العربية والجامعة بعثت أكثر فأكثر طلاب الوافدين لدراسة اللغة العربية مثلا في كلية أداب في عام 2011 يوجد أربعة طلاب جديد لماجستير والسنة السابقة أي 2017 يوجد 20 طلاب الماجستير الجديد نعم، هذا دليل على أن اللغة العربية هي قادرة على مواكبة الأصول وبالإضافة إلى ذلك، اللغة العربية هي إحدى لغات إحدى من ست اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. ولذلك العالم الخارجي.. يعني العالم هم يثقوا بان اللغه العربيه هي قادره لماذا نخشى نشك عن قدره اللغه العربيه. استاذه نسرين ما الذي اضافه اليك شخصيا تعلمك للغه العربيه؟ اولا عندما يعني تعلم تعلم اللغه العربيه تعلم اللغه العربيه يعطيني الفرصة للسفر أنا أحب السياح أنا أحب الصور أنا أحب الأمكان الجميلة قد سافرت إلى معظم الأماكن في مصر القاهرة الإسكندرية طبعا شرم الشيخ الغرداء الأسوان الأقصر المطروح جميل جدا أنا أحب البحر الأبيض المتوسط وأنا أحب البحر الأحمر هذه فرصة يعني بالنسبة إلي مهمة جدا وبالإضافة إلى إلى ذلك تعلم اللغة العربية يزيدني لأفهم الثقافة الأخرى واختلافات والتشابه بين الثقافات أنا أحب الثقافات والحضارات المختلفة أنا أظن يعني في في الصين هناك بعض سوء التفهم للحضارة العربية ولكن عندما أنا أعيش في مصر أنا أفهم أنا ما أفهم هذه الاختلاف في العادات فقط في, في في السطح يعني فقط ولكن في العميق نحن نفس نفسه نحن كلنا في الأصل الناس نفس نفسه جميل أستاذة سعاد ما الذي أضافته إليك اللغة العربية؟ طبعا اللغة العربية يعطيني واحد علم جديد وأستطيع أعرف الحضارة والثقافة مختلف وأستطيع أعرف التراث وأدب وأعمار الفكرية وحضارية مختلفة ولأنني أنا أدرس اللغة العربية وفي قبل ثلاث سنوات واحد فرصة جيدة جدا أتيت إلي يعني أنا أستطيع أعمل في قنصلية الصينية أستطيع أذهب مع قنصل عام ولقاء كثير من الناس مهم جدا وأنا تكرمت مع دكتور عمرو موسى وأستطيع قد درست منه كثير من المعلومات عن الدول العربية والسياسة وبعد ذلك أن كثير من الناس هم يزون الثقافة وحضارة بماذا ماذا تنوين أن تفعلي باللغة العربية عندما تعودين إلى الصين؟ أنا سوف أعمل في جامعة الصين وأدرس طلاب الصين باللغة العربية وأنا سوف أعمل لأن أنا بحثت على أن في الصين كثير من المعلومات وكتب قديمة جدا كثير من الكتب ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية هم من ونكيم ونقيم محفوظ و... في القرن الماضي فأنا أريد أعمل بعد مترجمة لأعمال العربية الجديد وحديث وأنا أريد تلابي في مستقبل في جامعة الصين يستطيع يعرف الثقافة وحضارة ومجتمع العربية الجديد إذا دكتورة سعاد ستكونين سفيرا للغة العربية في الصين ماذا عنك أستاذة نسرين؟ أنا لم أحدد حتى الآن لأن ما زلت في مرحلة دراستي أنا سوف أفكر في هذه السنوات لي ماذا سوف أفعل بعد تخرج في الجامعة أظن أفضل هو أكون الأستاذ في الجامعة وإذا أستطيع أعمل في التلفزيون أعمل في شركة لتجارة هذا أيضا جيد مهما انا في اي مكان او في اي مجال انا سوف اكون جسرا بين الس... في النهايه شكرا جزيلا استاذه نسرين ويسعدني ان تظلي جسرا للتواصل بين الثقافه العربيه والصين وشكرا استاذه سعاد وارجو ان تحصلي على الدكتوراه قريبا جدا وان تكوني سفيرا للغه العربيه في الصين شكرا لكما وشكرا لك عزيزي المشاهد وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامج حوار فكري